وايد عايز اخد تعقيبك ان في 2017 سجل 1959 بلاغ ضد العنف للاطفال، اما في 2018 كانوا 8000 بلاغ، في 2019 11924 بلاغ العنف ضد الاطفال، ومش كل الناس بتسجل. يعني انت عارفه في مصر ناس كتير عادي بالموقف بيعدي كده. تعقيبك على الارقام دي رويده؟ طبعا الارقام كل يوم يعني كل سنه عن سنه بتلاقيها في زياده كبيره ضد الاطفال، سواء حالات خطف، يعني مثلا اللي كان خط نجدة الطفل كان بيتكلم ان في 5 حالات يوميا بتجيله، احصائيه 5 حالات اختطاف يوميا بتحصل في مصر. فانت عندك الحالات زياده والعنف زياده، العنف سواء داخل الاسر او عنف موجود في الشارع، في ازمه بتواجه المجتمع حقيقي. فانت محتاجه ان انت الازمه، اذا كنا هنبدا حتى لو بنتكلم في الاسر، زي ما قلت لك هو غياب القانون اثر بشكل كبير جدا غير عادي، لان من يعني من امن العقاب اساء يعني التصرفات اساء الادب. فبالتالي هو ان الناس دلوقتي في مصر مفيش قانون، مفيش عقاب، فاي واحد متضايق من التاني بيبدا هي من حقه بيجيب حقه بدراعي بنفسه، يعني حتى لو ما عندهوش قصه حتى ساديه، يعني مش قصه ان هو انسان سادي وبيتلذذ، لا هو ممكن يبقى انسان عادي بس مجرد ان هو ليه حق عند التاني خلاص بيجي ياخد حقه. احنا شفنا حوادث كتير قتل كان فيها يعني نوع من انواع الطار، او كل واحد بقى بياخد طاره، وبتلاقي ان انت ما فيش قانون، كل واحد عارف ان هو اذا لجأ للمحاكم او كده مش هيجي حقه. لو في بعض الاماكن يا رويده زي مثلا الصعيد جوه جدا بيبقى الحكومة عارفة ان هي مش هتقدر على الناس دي، فبتقول هم يخلصوا على بعض وخلصوا يخلصوا طارهم، وما بيقدروش يكملوا، ما بيقدروش عليهم. هو الامن مش فاضي للكلام ده، انت الامن دلوقتي فاضي للاعتقالات والامور السياسية، وسايب اللي هي الحاجات اللي في صلب المجتمع نفسه. انت مثلا لو عندك مجموعة، احنا طبعا عدد المسجلين الخطر زادوا بشكل كبير، وصلتي مش عارفة 92 ألف، عدد البلطجية عندك في المجتمع زاد وبقت تنظيمات.